مساء الخير، اهلا وسهلا بيكو. نورتوني جدا جدا، ويا رب بس اكون ضيفة خفيفة عليكو كده ان شاء الله، وتستمتعوا معايا في الحلقة وتستفادوا منها. يا رب يكون كلامي اجابات عن كل الاسئلة اللي بتدور في ذهن كل البنات والستات. طبعا انا جاية النهاردة بس عشان اتكلم في موضوع مهم جدا. موضوع هو انك ازاي تكوني جميلة. طبعا مفيش ست فينا مش جميلة، كل الستات جميلة، بس ربنا خلق كل واحدة فينا فيها صفة معينة بس هي اللي بتميزها عن التانية، أو هي اللي بتخليها أجمل من التانية. يعني معظم البنات دايما بتقول أنا نفسي أبقى جميلة جدا زي مثلا المذيعة الفلانية، أو زي مثلا الفنانة الفلانية، أو زي المطربة، نفسي أبقى منورة كده ومشرقة، نفسي أبقى مش عارف إيه. فطبعا كل الكلام دوت في إيدينا إن إحنا نعمله. لو أنا اتبعت خطوات معينة كده في حياتي، أو مشيت بطريقة معينة كده في حياتي، فصدقيني هتوصلي للي أنت عاوزاه، للليفل اللي انت بتحلمي بيه، ان انا ابقى مثلا زي فنانة مشهورة جدا وبشوفها جميلة جدا ومشرقة. طب هي بتعمل ايه يا ترى؟ وعلى فكرة انا ممكن اكون احلى منها، ممكن اكون في الشكل جميلة جدا عنها، لكن هي اهتمت بحاجات تانية واشتغلت على حاجات تانية جواها خلتها باينة ليكي ان هي جميلة. زي ايه؟ يعني ايه ان انا ازاي اكون جميلة؟ اكون جميلة ازاي بقى؟ اول حاجه ان انا دايما دايما اهتم بنفسي رقم واحد. يعني ايه اهتم بنفسي رقم واحد؟ يعني اشوف ايه الحاجه اللي جوايا اللي مخلياني مميزه عن واحده تانية. يعني مثلا كل واحده فينا اكيد جواها حاجه هي اللي مميزاها. مثلا ممكن تلاقي واحده شقيه، ممكن تلاقي واحده تانية هاديه، ممكن تلاقي واحدة تانية مثلا بتحب الكلام وبتحب تخرج وبتحب تتفسح. فكل واحدة من جواها كده اللي هو صفة بتميزها عن التانية، فلو اشتغلت عليها صح هتخليها توصل لدرجة الجمال دي. فالجمال لازم يكون طالع من جوانا مش من بره. اوعي تفتكري ان انتي مثلا انا لازم اكون جميله يبقى انا لازم اكون بيضه وشعري اصفر وعينيا خضراء والكلام ده، لا اطلاقا. مش مقياس ابدا للجمال. مقياس الجمال هو لازم يكون مقياس داخلي مش خارجي. يعني انا ممكن اكون جميله بروحي لو انا روحي حلوه، اوكي. ممكن اكون جميله بكلامي، عندي طريقه في كلامي كده وعندي لازمه هي اللي مخليني جميله، لو راحت مني خلاص انا كده مش جميله، اوكي. ممكن مثلا ان انا اشتغل على نفسي بحاجات معينة. يبقى احنا هنا لازم نعرف ان الجمال مش بس جمال الشكل، لا، الجمال جمال الروح، جمال طريقتنا في التعامل مع الناس، جمال اسلوبنا، جمال طبعنا اللي احنا لازم نشتغل عليه. لو احنا شايفين ان الطبع ده مش كويس، او ان الطبع دوت بيزعل الناس مننا كتير، هنشتغل عليه ونخليه احسن، ونخلي الناس كمان تقرب مننا، لان الطبع دوت هو طبعا الطبع مش هيتغير اكيد، بس اللي هيتغير ان هو لو وحش احنا هنشتغل عليه ونخليه احسن، اوكي. طبعا ان انا اكون جميله، اول حاجه لازم اهتم بيها في موضوع الجمال دوت ان انا خلاص انا عرفت ان انا داخليا في ايه وهغيره، بس اعرف بقى خارجيا انا المفروض اعمل ايه. اول حاجه ان انا اهتم بنظافتي جدا، والنظافه دي بتيجي باهتمام بالصلاه. يعني الصلاه دي هي اساس ان انا اكون نظيفه، والنظافه طبعا من اهم عوامل الجمال عندنا. طبعا طول ما انت بتصلي وبتتوضي والكلام ده، فده طبعا هيخليكي دايما نظيفه ومهتمه، ان يعني مهتمه دايما بنظافتك، تمام. العنايه بالمنظر بالمظهر الخارجي لينا، طبعا شعر وبشره واهتمام باظافر واهتمام مش عارف ايه، فده كله برضو بيصب في الاخر على جمالنا الخارجي. كل ده يعني احنا طبعا اشتغلنا على الجمال الداخلي، بعد كده هيتصب كل ده على الجمال الخارجي بتاعنا، اوكي. طبعا غير ان انا طبعا لازم اكون واثقه في نفسي جدا. اهم حاجه انك تكوني واثقه في نفسك. لو ثقتك اتهزت بنفسك انت كده عرفتي خلاص ان انت في حاجه وقعت منك. فطول ما انت واثقه في نفسك وعارفه ان انا
حد من جوايا جميل وحاسه ان انا من جوايا حلوه، اللي قدامي هيحس ان انا كمان حلوه. فيا ريت الثقه بالنفس اساسي ان انا احس ان انا فعلا جميله. تمام. طبعا اهتم بشياكتي وبمظهري. اهتم بشياكتي ازاي؟ ما احطش شياكتي تحت بند ان انا لازم البس مثلا حاجه براند. انا ممكن البس لبس عادي جدا وابقى برضو في منتهى الشياكه. ما اكلفش نفسي وما احملش نفسي فوق طاقتها، ما احملش اهلي فوق طاقتهم. لو انا بنوته مثلا ولسه عايشه مع اهلي مش متجوزه، لو انا مثلا متزوجه ما احملش جوزي فوق طاقته. ما اقولش لا انا عشان ابقى شيك لازم البس حاجه براند من مكان معين، لازم اعمل ميك اب في مكان معين. لا خالص مش كده. الشياكه شياكه تحت اي بند. انا شيك لو لبست اي حاجه هتبقى عليا شيك. طول ما انت بتعرفي تنظمي لبسك وبتنظمي شياكتك وشايفه نفسك ان انت حد كده واخد باله صح كده من نفسه، فطبعا هتبني جدا ان انت شيك. فاحنا بنحط هنا ان البراندات والحاجات الغاليه والميك اب الغالي والكلام ده كله مش شرط ولا اساس خالص لموضوع الجمال والشياكه والكلام ده. تمام. كمان ان انا لما اتكلم مع الناس واتعامل معاهم، ما ينفعش ان انا عشان ابين ان انا جميله مثلا ان انا اتعامل بطريقه مش كويسه. يعني ايه مش كويسه؟ يعني مثلا ما اتعاملش مثلا بطريقه من فوق. اوكي. يعني ما اتكلمش مثلا ايه. الو، معانا اتصال. الو الو الو، ايوه السلام عليكم. ازيك؟ عليكم السلام. اتفضلي. ازيك يا سمر؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ منوره الدنيا كلها. مرسي يا قلبي، ربنا يخليكي يا حبيبتي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. مرسي يا قلبي، ربنا انا اتصلت يخليكي بس عشان اهنيكي. حبيبتي. تسلمي لي، مرسي قوي. ربنا يخليكي يا سمر، ربنا يخليكي يا حبيبتي. مرسي يا حبيبتي، مرسي قوي يا حبيبتي. ماشي يا سمر، سلمي اتفضلي يا لحد حبيبتي، معاكي. سلمي. مع السلامة. مرسي قوي على اتصالك. نرجع نكمل. لو احنا اتكلمنا وتعاملنا مع الناس بطريقتنا وبطبيعتنا، طبعا ده كله هيعكس علينا جمالنا. طول ما انت بتتعاملي بتلقائية مع الناس وبتتعاملي بطبيعتك مع الناس، فانت اكيد هتكسبي حب الناس جدا جدا جدا. صدقيني حياتك هتتحول. حتى لو انت شكلك مش جميل او ان انت مش راضي عنه، فصدقيني بجد والله هتفرق معاك كتير. لما تتكلمي بطبيعتك وتتعاملي مع الناس بطبيعتك وبطريقتك، من غير ما تحطي ان انا لازم اجمل طريقتي او ان انا لازم مثلا اتكلم بطريقه معينه عشان خاطر اللي قدامي ما يفهمش غلط او ما يفهمش حاجه. لا عادي جدا، انا هتعامل بطريقتي وبطبيعتي والتلقائيه بتاعتنا اصلا عموما هي اللي بتدي الطبع الجميل قوي وبينعكس ده كله. طبعا معانا اتصال. الو الو، الو، ازيك؟ ام عزه. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي تمام. مبروك يا سموره ميرسي يا قلبي، تسلميلي حبيبتي. والله بتصل عشان اهنيكي بجد، مبروك وزي القمر. ميرسي يا حبيبتي، الف شكر. ميرسي، بالتوفيق ميرسي بالتوفيق. يا حبيبتي، نورتي. باي قمر، باي قمر. حابه تتكلمي عن ايه؟ طيب الو، خط اتقطع. نورتيني يا ام عزه. احنا قلنا ان احنا نتكلم بطبيعتنا ونحاول ان احنا ما نصطنعش في الكلام. لو اتكلمتي بحاجه غير طبيعتك ورجعتي بعد كده ترجعي للطبيعه اللي انت كنت عليها، مش هتعرفي، هتلاقي نفسك وقفتي في النص وهتحسي ان في حاجه كده وقعت منك ومش عارفه ترجعي لها تاني. فنصيحه مني، الطبيعه ثم الطبيعه ثم الطبيعه في كل حاجه، لبس، ميك اب، كلام، تعامل في الحياه. صدقيني والله الطبيعه هي احسن حاجه. ما تحاوليش تتجملي لحد في الكلام، ما تحاوليش تحسي ان انت مضغوطه من اي ناحيه فلازم تتعاملي بطريقه معينه عشان خاطر حاجه معينه. لا ده مش صح ومش هيفيدك بعد كده. طبعا في حاجه مهمه جدا 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 برضو علشان
تحسن من شكلنا برضو وتضيف لشكلنا جمال كمان اكتر. وحاجة مهمة جدا هي البعد عن كل ما يؤذي مشاعرنا، بمعنى ان انا ابعد عن اي حاجة ممكن توترني نفسيا، عن اي حاجة ممكن تأذي مشاعري وتزعلني، لان هنا لو انا زعلت واتضايقت فهينعكس على طبعا نفسيتي، وهينعكس بعد كده على شكلي، وهينعكس بعد كده بقى بأمراض، فاحنا يعني اللهم الحافظ احنا في غنى عنها. فياريت نخلي بالنا جدا جدا من نفسنا، وبالذات بالذات من مشاعرنا، لان صدقوني موضوع المشاعر دوت، او ان انا مثلا اتجرح من حد معين او اخد الموضوع على قلبي قوي كده، بجد بيضرنا جدا جدا في حياتنا، وبينعكس علينا بحاجات كتير جدا احنا في غنى عنها. طيب معانا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا سموره؟ ازيك يا محمد، اهلا وسهلا. والله انت منوره حبيبي، تسلم لي يا رب، ربنا يخليك انت يا محمد. منوره الدنيا والله، الف الف مبروك. مرسي حبيبي، تسلم لي، مرسي، ربنا يخليك يا محمد، الف شكر يا حبيبي. الشاشه كلها والله ومشرفان. مرسي يا حبيبي، مرسي، الف شكر يا استاذ محمد، مني كل الجمال، الف شكر يا استاذ محمد، الف شكر، الف شكر. طبعا هنبعد مع كل ما يؤذي مشاعرنا، يبقى اي حاجة هتأذينا في مشاعرنا او هتحطمنا نفسيا او هتخلينا متوترين نبعد عنها. خليكي كده دايما متأكدة في نفسك وحاسة كده بنفسك ان انت ملكة. انت عارفة يعني انت ملكة، انت فعلا ملكة. زمان كده اجدادنا الفراعنة كان الملوك بتوعنا كده زمان، يعني طبعا نفرتيتي وحتشبسوت وكيلوباترا، دول كانوا ملوك فعلا بجمالهم مش بحاجه. هما طبعا ما كانش في زمان بقى لا ميك اب ارتست ولا فاشون ديزاينرز ولا مثلا براندات ولا الكلام ده، ما كانش موجود خالص. كان كل حاجه موجوده طبيعيه، كنا بنشوفهم فعلا هم رمز للجمال. يعني حياتهم كانت جميله جدا، كانت يعني حياه مثاليه بمعنى اصح. احنا لغايه دلوقتي عايشين على اثرهم يعني، فلازم ناخدهم مثال لينا وقدوه نعتز بيها اكيد يعني. فدايما خليكي ملكه، ملكه على عرش كل الناس اللي بيحبوكي. دايما خليكي فاكره الكلمه دي، انت ملكه. طبعا هنحسن علاقتنا باللي حوالينا، هنحسن علاقتنا. لو انا مثلا متزوجه هحسن علاقتي بجوزي، بولادي، هحسن معاملتي معاهم. لو انا مثلا بنوته لسه ما اتجوزتش، هحسن معاملتي مع اهلي، هخليها احسن. هشوف لو انا بتعامل بطريقه مش كويسه، لا انا المفروض ان انا اهدى شويه. لو انا بتعامل بطريقه مثلا يعني ايه، ان انا مثلا متمرده على عيشتي مثلا بمعنى اصح، لا انا اهدى شويه وافكر واقول ان انا مثلا لا طبعي دوت ما ينفعش ان انا استمر عليه، لا انا لازم ان انا ابقى اهدى من كده، ولازم ابقى اسلوبي ارقى من كده. لازم احس من جوايا ان انا اتغيرت عشان اللي حواليا كمان يحس ان انا اتغيرت. وطبعا كل ده في الاخر هينعكس عليكي انتي، يعني في مين الاخر هتبقي انتي اللي كسبانه مش حد تاني. فدايما حاولي ان انتي تصلحي علاقاتك مع الناس اللي حواليك، كل دوت بيضيف لجميلك. هي المواضيع لو انت اتفرجتي على الحلقه طبعا النهارده هتحسي ان المواضيع مختلفه، بس انت لو جمعتيها في الاخر هتلاقيها في الاخر كلها بتصب في مصلحتك انت. فيا ريت تفكري ان انت اهم حاجه ان انت تصلحي من علاقاتك وتصلحي من نفسك وترجعي يعني اللي هو ايه، تعيدي اوراقك من اول وجديد. طبعا انت كده هتتغيري للاحسن، هتتغيري للاحسن كتير. وفي حاجة برضو مهمة بالنسبة للستات أكتر كمان من البنات. الست لما بتكون متجوزة، يعني أنا بشوفها، يعني الموضوع ده بشوفه حقيقي نماذج قدامي، اللي هو أنا متزوجة،
مهتمة جدا بأولادي، دروس وتمارين وحاجات زي كده، بشتغل، عندي ستريس جامد في شغلي بستحمله طول النهار، برجع بيتي طبعا في ضغط في البيت، طبعا شغل بيت، طلبات زوج، طلبات حياتية يعني عموما. فكل دوت لما بعمله وفي الآخر خالص بنسى نفسي، أو مثلا برتب نفسي في الترتيب الأخير، فده طبعا غلط جدا. انا لازم احط نفسي رقم واحد في حياتي، وبعد كده كل اللي جاي بعد كده ورايا. ليه بقى؟ لو انا حطيت رقم واحد انا هعمل اللي بعدي كله صح، لكن طول ما انا حاطه كل اولوياتي الاول وبعد كده انا، عمري ما هعمل حاجه صح. هعمل كل حاجه من غير، ماليش نفس ان انا اعمل حاجه، ما انا مش عامل حاجه لنفسي، انا مش محققه نفسي. انا حتى بفتكر ان انا اغسل وشي مثلا بالليل قبل ما انام بالعافيه، يبقى ده صح؟ يبقى ده هيضيف لي جمالي حاجه؟ اكيد طبعا لا. فلازم اهتم بنفسي الاول، وبعد كده كل حاجه ورايا. اهتمامي بنفسي هو اللي هيخليني اهتم بكل اللي حواليا صح. لو انا ما اهتمتش بنفسي صح، مش ههتم بحاجه بعد كده. طبعا اكيد مش هسيب ولادي، ومش هسيب اهتمامي ببيتي وبشغلي وبجوزي وباهلي، لا بالعكس. بس انا لازم الاول انا، وبعد كده اعمل كل حاجه بعد كده. لما تيجي تعملي كل حاجه بعد ما تعملي لنفسك، هتحسي ان انت عندك قابليه ان انت تشتغلي، عندك قابليه ان انت تهتمي بولادك، عندك قابليه ان انت تخرجي من بيتك وتروحي مع ولادك تمارين، تروحي مع ولادك دروس، تنظمي وقتك. واهم حاجه تنظيم الوقت ده فعلا، لان انا لو نظمت وقتي ده كل حاجه هتبقى سهله جدا. كل حاجه لو نظمناها في وقتنا هتبقى سهله جدا. هحط نظام لولادي، هحط نظام لاهتمامي بيهم، لاهتمامي بزوجي، لاهتمامي ببيتي، لاهتمامي بصحابي، لاهتمامي بأهلي وبعيلتي. لو حطيت نظام وعملت جدول ومشيت عليه، صدقوني كل ده هيختلف، هينعكس عليا بطريقة فظيعة. يعني هتحسي ان انت بقيتي يعني حاجة مختلفة خالص. وفي الآخر خالص بقولك، عيشي سنك اللي انت حباه، مش سنك اللي في البطاقه. سنك اللي في البطاقه ده رقم بس مكتوب، لكن عمرك الحقيقي اللي انت بتعيشيه وانت محققه هدفك. حققي حلمك، اسعي وراه واجري وراه، صدقيني دي من اهم مصادر الجمال في حياتك. وعيشي ملكه، وخليكي على عرش كل الناس اللي بتحبك، وابعدي عن كل ما يؤذيكي، وخليكوا فاكرين كلامي كويس قوي. اهم حاجه بقى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحلقه بتاعتي النهارده، ويا رب تكون عجبتكم. وما تنسيش، اهم حاجه في الدنيا كلها ان انت تحسي من جواك ان انت جميله، علشان اللي قدامك كمان يحس ان انت جميله. ودايما دايما خليكي فاكره ان انت ملكه، ملكه متوجه. مش هقول كده تاني، ويا رب يا رب كلامي دوت تفضلوا فاكرينه، ويا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة، وتكون خفيفة على قلبكم كده، ويكون كلامي يكون جه زي ما أنا بشوف الأسئلة اللي بتدور حواليا من كل البنات والستات. فشكرا ليكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله. سلام.